إذا كما نتابع في هذه الصور الحية، هذا هو رئيس المعارضة اليونانية السيد سيبراس، وهو رئيس حزب سيريزا اليساري المعارض، وهو يدلي بصوته في هذه الانتخابات التشريعية. حزب سيريزا و تسيبراس يعني يعدان من أهم ربما أو أكبر الأحزاب التي تخوض هذه الانتخابات التشريعية. بالتأكيد يأمل تسيبراس أن يفوز حزبه بأكبر عدد ممكن وبأغلبية أعداد المقاعد في البرلمان اليوناني اليوم. من المتوقع مساء أن يتم الإعلان عن النتائج، كما كانت قد تم الحديث عن ربما إيجاد جولة إعادة في هذه الانتخابات، والتي لم تحسم ربما حسب استطلاعات الرأي حتى هذه اللحظة لم تحسب، وجميع النسب جاءت أقل وضئيلة مما كان متصور. إذن تسيبراس وهو يعني رئيس حزب سيريزا اليساري، والذي كان يتوجه اليوم لثالث أكبر مدينة في اليونان، يلقي فيها كلمة ويحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات هناك. تحدث على عدد من النقاط، وكان لدى الرجل الكثير من الوعود.